هذا وانكمش النشاط الخدمي في المملكة المتحدة لأدنى مستوى في تاريخه خلال أبريل الماضي بفعل استمرار تأثيرات كورونا على اقتصاد البلاد. وقالت مؤسسة ماركت للأبحاث إن مؤشر مدير المشتريات الخدمي تراجع إلى 13.4 نقطة بالقراءة النهائية خلال أبريل الماضي مقابل 34.5 نقطة مسجلة في مارس. لمزيد من التحليل ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من لندن الدكتور أحمد ياسين. مساء الخير دكتور أحمد. وبداية، النشاط الخدمي في المملكة المتحدة ينكمش لأدنى مستوى في تاريخه خلال أبريل، وهذا طبعا بسبب استمرار التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا. برأيك كيف تعاملت الحكومة البريطانية حتى الآن مع هذه الأزمة؟ إلى الآن الخطوات التي اتخذتها الحكومة البريطانية هي بالتأكيد غير مسبوقة، وهي خطوات جادة وفعالة، إذ أن اليوم تم إعلان تمديد إجراءات أو قانون ما يعرف بفارلا، وهو الحكومة البريطانية تتعهد بدفع مرتبات الموظفين حتى شهر اكتوبر بمستوى 2500 جنيه فردي شهريا. وبالتاكيد مثل هذه الخطوه هي غير مسبوقه في تاريخ بريطانيا. بالنسبه لقطاع الخدمات بشكل كلي، هو يعني من الواضح جدا ومن الواقع لان هذا القطاع هو الذي سوف يتضرر اكثر من باقي القطاعات الاقتصاديه الاخرى بسبب انتشار وباء كورونا. القطاع لا يمكن له ان يعتمد اجراءات تعهد معي التي يمكن تطبيقها في باقي القطاعات الاقتصاديه الاخرى مثل قطاع البناء وكذلك ايضا القطاع الصناعي. اما بالنسبه لقطاع الصناعي فمن الواضح هذا القطاع لا يمكن الاجراءات، لا يمكن للمسؤولين يعتمدوا او يحافظوا على مسافه المسؤولين التي يجب ان تصل بين مستر واخر، كذلك ايضا في لا يمكن اعتماد مثل في الاجراءات المطارات تشهد حال من كبيره جدا، وكذلك ايضا حاجه من قبل الحكومات لفرض قوانين مرتبطه بالحجر المنزلي لكل مسافر ياتي الى بريطانيا في دوله فرنسا. وهذا القانون تم اعتماده في الخطاب الاخير الذي القاه رئيس الحكومه البريطانيه بوريس جونسون، ما يشير بوضوح الى ان قطاع الخدمات بشكل كامل هو القطاع الذي لا اسمعك جيدا يا دكتور. باخر جمله حضرتك كنت تتحدث عن اي قطاع؟ انا كنت قد يعني وضحت بان قطاع الطيران قطاع الطيران ومعه باقي القطاعات الاخرى التي ترتبط بالقطاع الخدمي بشكل كامل هي القطاعات التي سوف تتضرر اكثر من غيرها، انطلاقا من واقع ان هذا القطاع بشكل كامل لا يمكن له ان يطبق الاجراءات المرتبطه بالابتعاد الاجتماعي سوشيال ديستانسينج. يعني مثل هذه الاجراءات لا يمكن ان نراها، يمكن تطبيقها في الطائرات وكذلك ايضا في المطاعم او حتى في المطارات. لذلك التوقعات تشير بان هذا القطاع الذي هو واقعيا هو الذي يعني تسبب بانتشار فيروس كورونا حول العالم. قطاع الطيران العالمي هو الذي نشر هذا الفيروس بهذه السرعه الكبيره والعجيبه. لذلك يعني اذا 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 انصفنا هذا القطاع واقعيا وأنه تسبب بانتشار هذا الوباء بشكل سريع، لذلك على هذا القطاع أن يتحمل يعني مسؤولية ما قام به. وهناك توقعات بأن هذا القطاع لا يمكن سوف لن يتمكن من العودة إلى الوضع الذي كان عليه
من قبل حتى هذا كان مضمون حديثي منذ قليل مع طبعا احد كبار المسؤولين في منظمه اياتا. هو ينفي ان تكون الطائرات بؤره لنقل الفيروس اذا ما اتخذ الناس اجراءات النظافه الشخصيه، لكن طبعا هو سيتكبد خسائر فادحه. دعنا ننتقل دكتور لاداء الاسترليني. طبعا اكيد كل ما يحدث يؤثر على الاداء الخاص بالعمله البريطانيه، وربما هناك ضعف اكثر في الاسترليني. الى اي مدى يمكن التصدي لهذا الامر، خاصه ان هذه الحاله سنعيشها لشهور مقبله؟ نعم، بالنسبه لنشاط الاسترليني بالتاكيد هو مرتبط مع الوضع الاقتصادي العام في بريطانيا، وكذلك ايضا مرتبط بشكل مباشر مع الخطوات الاخيره التي اتخذتها الحكومه البريطانيه في الرفع الجزئي والتدريجي، ويمكن قول بالرفع الخجول مقارنه مع الاجراءات التي تم رفعها في باقي الدول الاوروبيه. في المانيا كانت اكثر جراه، وكذلك ايضا فرنسا وباقي الدول الاوروبيه، ولكن بريطانيا خاصه في انجلترا، يعني باقي اسكتلندا وويلز وكذلك ايضا شمال ايرلندا، خالفت الحكومه في هذا الرفع الخجول لاجراءات الحجر المنزلي، وكذلك ايضا الابتعاد الاجتماعي وامكانيه عوده الموظفين الى مراكز عملهم. لذلك مثل هذا الواقع الصعب الذي تعيشه بريطانيا بالتاكيد سوف ينعكس بنشاط سلبي بالنسبه للجنيه الاسترليني، وكلما طالت فتره هذه الاجراءات المرتبطه بالابتعاد الاجتماعي وعدم امكانيه الموظفين الذهاب الى اماكن عملهم، اذا ما كان من الواضح جدا في كلمه بوريس جونسون الاخيره بانه قالها بوضوح بالابتعاد عن وسائل النقل العامه، وطالما ان الموظفين لا يمكن لهم او من الافضل لهم ان لا يستخدموا وسائل النقل العامه، كيف يكون بامكانهم الذهاب الى مراكز عملهم؟ لذلك الوضع هو بالتاكيد صعب جدا بالنسبه لبريطانيا، وهذه الصعوبه سوف تنعكس في نشاط سلبي بالنسبه للجنيه الاسترليني. اضف الى ذلك ايضا يعني التطورات الصعبه والمعقده التي تواجه بريطانيا في مفاوضاتها مع الاتحاد الاوروبي بخصوص استكمال خروجها من الاتحاد الاوروبي. الى الان بالرغم من يعني الجوله الثالثه من المفاوضات يعني بدات، ولكن الى الان لم يتم التوصل الى اي نتيجه واقعيه يمكن الاعتماد عليها، لان بريطانيا سوف تخرج نهايه هذا العام خروجا امنا وسلسا ضمن اتفاقيه مع الطرف الاوروبي. مثل هذه التعقيدات في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي هو يعني يؤثر اكثر بكثير انتشار فيروس كورونا على الجنيه الاسترليني، انطلاقا من ان هذه المفاوضات المعقده يعني تنعكس بضبابيه وعدم وضوح بالنسبه لمستقبل اقتصاد بريطانيا بعد استكمال خروجها من الاتحاد الاوروبي، خاصه تلك الظروف المرتبطه بالسوق الاوروبيه المشتركه، وكذلك ايضا بقطاعات اقتصاديه معينه. كل ذلك يؤثر بشكل سلبي على نشاط الجنيه الاسترليني. الدكتور احمد ياسين، اشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا مباشره من لندن.